في ثاني أيام زيارته للعاصمة الصربية بلغراد، استقبل السيد ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر صربيا الرئاسي. وقد أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عصف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. بحث فيها الرئيسان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وقد قلد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام جمهورية صربيا، بما يعكس علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين على مدار التاريخ. كذلك شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين في العديد من المجالات. كما عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً أعرب فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير سيادته لحرص صربيا على تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. كما اصطحب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة بمعرض أرشيف وثائق دولة صربيا وأرشيف وثائق دولة يوغوسلافيا، والتي تتناول العلاقات الدبلوماسية المصرية الصربية اليوغوسلافية على مدار التاريخ. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الصربية بلغراد في افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الصرب وممثلي الجهات الحكومية المعنية. وقد أعرب السيد الرئيس عن ترحيب سيادته بهذا الحدث الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وصربيا، مؤكداً حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الصربية وتنمية الاستثمارات المشتركة بينهما. Egypt. The instant your eyes fall on it. كما تم عرض فيلم تسجيلي حول مختلف الإنجازات التنموية والاقتصادية في مصر واستعراض الفرص الواعدة للاستثمار فيها. من جانبه أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن ثقته في وجود فرصة كبيرة للتعاون المشترك مع مصر بالنظر إلى علاقات الصداقة المتبادلة بين البلدين الصديقين، كما أنه يفتخر بوجود قائد بحكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساهمته المباشرة في تعزيز تلك العلاقات وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي هام
على الساحة الدولية. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لصربيا مع السيد إيفيتسا داتشيتش رئيس البرلمان الصربي، الذي أعرب عن ترحيبه بالسيد الرئيس وبعلاقات الصداقة التي تشمل مختلف المجالات لا سيما على الصعيد البرلماني. وقد حرص الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على إقامة مأدبة عشاء تكريماً للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.